عادل المشمر مدير عام مديرية المعافر. أولا نوجه تحية إجلال وإكبار لأبطالنا المرابطين في جبهات القتال، جبهات الشرف والعزة والكرامة. مديرية المعافر من المديريات السباقة في دعم وإسناد الجيش الوطني، ونحن الآن بصدد تشكيل لجنة الحشد والتواصل المجتمعي لإسناد ودعم الشرعية. من المديريات التي لها باع طويل في موضوع ما يتعلق في الجانب الثوري، طبعا موجودين اليوم كثير من الشخصيات الاجتماعية وقيادة الأحزاب السياسية الموجودة في المديرية، ونحن بصدد دعوة لقاء آخر تضم كثير من الشخصيات ويعني جميع أطياف المجتمع لكي نبدأ بتعمل التشكيل لجنة الحشد والتواصل المجتمعي. طبعا مديرية الشمال قد سبق طرحنا هذا المسمى، احنا ما تمش تواصل معنا وكنا غير حاضرين في اللقاء اللي تم في تعز، وان شاء الله سنلحق بالركب. يعني شكرا جزيلا.